بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. جزاك الله خير. هذه الله يجزاك خير، هذه فاتحة الكتاب. يا سلام. وأوصي نفسي وأوصي أخواني وأخواتي المسلمين في كل مكان بتدبر هذه الصورة العظيمة التي هي صورة الصلاة، والتي هي السبع المثاني، والتي هي الشافية. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على الله قدرك. الله يجزاك خير. كتبها الله في ميزان حسناتك يا أبو محمد. الله يحفظك. حيا الله أبو عبد الله. يا مرحبا، يا صباح الخير. وين مسرح؟ وين تهوجس؟ وين معنا؟ ولا في الزلفي ولا